مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير الطوق على الفحم. عنا 800 جرام سفاين مقطعة بهيدا الشكل، 3 معالق طعام زيت نباتي، ملعتين طعام لبن، ملعتين طعام خل، ملعقة طعام ملياني شراب، ملعقة صغيرة 7 بهارات، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، وحبتين ثوم كبار نعمتهم بهيدا الشكل، وعصير نص حامضة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط المقادير كلها فوق السفاين. خلطهم منيح مع بعض. هلا منغطيهم ومننقعهم اقل شي ساعة بالبرد. كل ما نقعناهم بالخلطة كل ما كان افضل. هول الطوق بعد ما نقعتهم ساعة، هلا بدنا نشبكن مع بعض. بسم الله. بنشبكن بهيدا الشكل. هول الطوق بعد ما شكيتهم، هلا لنبلش بالشوي. بسم الله. بسم الله. بضل بهيدا الشكل قلبهم كل دقيقة أو دقيقتين تقريبا، وتحت النار خفيفة لحتى يستوي الطوق بهيدا الشكل.